تشارك في الحوار، ولكن قرارها مرتهن عند ناس اخرين وراء الستار. تحرك فيها، تقول لها وافق وافق، تقول لها ما توافقش ما توافقش، تقول لها قدم قدم، تقول لها وخر وخر. جميع الاطراف دون استثناء. ما نقولش جميع الاطراف، لكن الى حد الان ظاهر وواضح وان هناك اطراف بعينها التي واضح الصوره نتاع الكلام نتاعها ونوع الخطاب نتاعها والمواقف نتاعها، اللي هي خطابها الكل مذبذب متناقض متضارب. دليل صريح على انها الخلفيه نتاعها من تالي ماهيش واضحه في الموقف نتاعها. هذاك علاش انعكس ذلك على خطابها داخل الحوار الوطني. لكن هي عندها حق في المشاورات، لازم تجري مشاورات. لا سامحني، المشاورات احنا ايش قلنا؟ هالحوار شو مجعول؟ الحوار مجعول باش الناس الكل تحط كل شيء على الطاوله وتنطلق بدون خلفيات، وتكون على الاقل احنا قلنا شو معناها حسن النيه، وتكون النيه صادقه، معناها بلغه اخرى نكون واضح مع نفسي وواضح مع شعبي شو نحب. مش نجي اليوم انا مثلا اتفقنا على الحوار هكا ولا، وقلنا لكل واحد يقدم مش عنده من شخصية، الناس كل قدمت شخصيات للحوار. عملوا كل غربلة، كان 21 ولا 18 15 9 4 2 هما ماشيين، وكل شيء عاملين سكون ابل بالفرنسية بار اليميناسيون، ولا واحد فكر في المراحل الكل. ضرب جرب انت ملي بدا الحوار عنده اكثر من جمعة توا، جبتش واحد نهار على سي احمد المستيري، ناقش واحد حاجه من مؤاخذه احمد المستيري. وقتاش تجبد احمد المستيري وتجبد عمره وتجبد المشاكل نتاعو الكل؟ وقتها، وقت اللي النهضه اعطت رايها وساندت، لانه في المراحل كلها هو مرشح التكتل. لا مش مرشح النهضه، النهضه ما تكلمتش، النهضه لم ترشح احدا، هذا مش مدوى واضحين، ما رشحت حتى واحد. التكتل هو اللي رشح، النهضه ساكت اتبع اتبع. وقت اللي النهضه قالت انا راني انسان ترشح فلان، وقتها تكلمت الاطراف الكل ولا ظهرت لعوب الكل في شكون في احمد المستري. هذه الاولى. سامحني فك تتصور انه لو كان النهضه ما ساندتش ربما راهو صوتوا له. لا ليس لا لا متاكد لك ليس لحد والله يصوتوا له. خاطر نقول لك انا حاجه، مش عندك اللي كنت سكوب اللي كنت سيدي، انا العبد اللي قدامك كذا في اعقاب حكومه سي محمد الغنوشي، كان فما سي احمد المستري تقدم بمبادره وطنيه. المبادره الوطنيه عرض علينا احنا كهيئه وطنيه للمحامي، وشكون المحاور نتاعو اللي قدمها عليه؟ هو العبد لله. قعدت مع سي احمد المستري حوالي ساعه غير ربع بالتليفون، اعطاني التفاصيل وانها المبادره هذه باش يرأسوها ثلاثه شخصيات وطنيه اللي هو وسي احمد بن صالح وسي مصطفى الفيلاري بمعيه الاتحاد العام التونسي للشغل والعماد المحامي. اتفقنا هكاك. وانا وقتها كي سالته قلت له اعطيني موقف رئيس الجمهوريه شنو؟ موقف الجيش شنو؟ موقف الاحزاب شنو؟ موقف الاطراف شنو؟ موقف كذا؟ وقتها جميع الاطراف اللي تشارك في الحوار الوطني الكل فرحت، مع عداء الاطراف اليوم والمفارقات اللي هم اليوم مساندين سي احمد المستيري، هم اللي وقتها كانوا ضده. لا كانوا ضده وقتها، مش ضده على خاطر سنه زاد، لا لا لا، ضده خاطر ما حبوش يخرجوا من الحكومه. هذاك على شنو وقتها كان من بين الشروط وقتها نتاع المبادره نتاعو ان تكون حكومه ما فيهاش سياسيين. السياسيين اللي كانوا في حكومه سي الغنوشي هم اللي رفضوا، قالوا ما نخرجش من الحكومه. هذاك علاش اجهدت المبادره نتاعو، اما حتى حد جبد على السن نتاعو.